بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق من أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا نقطة مركز بائد دائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبية الذي فتقت به وتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات الموهب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود فهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات فهو قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش المحيط روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وثاني اثنين وفخر الكونين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق من أبرزته رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا نقطة مركز بائد دائرة الأولية وسر أسرار الألف القطبية الذي فتقت به وتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات الموهب الامتنان والمقام المحمود
وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود، فهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، فهو قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط روح جسد الكونين، وبرزخ البحرين وثاني اثنين، وفخر الكونين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق، من أبرزته رحمة شاملة لوجودك، وأكرمته بشهودك، واصطفيته لنبوتك ورسالتك، وأرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إليك بإذنك وسراجا منيرا، نقطة مركز بائد دائرة الأولية، وسر أسرار الألف القطبية، الذي فتقت به وتق الوجود وخصصته بأشرف المقامات الموهب الامتنان والمقام المحمود، وأقسمت بحياته في كلامك المشهود لأهل الكشف والشهود، فهو سرك القديم الساري وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات، فهو قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط روح جسد الكونين، وبرزخ البحرين وثاني اثنين، وفخر الكونين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.